بسم الله نبدو عندنا continuation GNU slash Linux level 2 course session number 5 اللي على network storage. تمام. شنو هي network storage؟ Network storage is defined as a special type of dedicated data storage server that includes storage devices such as disk arrays, CD, DVD drives, tape drives, or removable storage media. And embedded system software that provides cross-platform file sharing capabilities. يعني network storage هي يعني deep down يمكن تكون أي حاجة من حاجتها هي وفي العادة تكون dedicated data storage لسيرفر بس يستعملها أكثر من computer system ويكون في معها software يدعمها وفي العادة يوفر cross-platform. فايل شير كابيلتي يعني ممكن تستعملوه من اكثر من اوبريتنج سيستم. وعليكم السلام. فهذه نتورك ستورج هي اي نتورك ستورج يمكن تحط عليه اي من الميديا زي ما وتكون افيلبل اوفر نتورك بس تستعملها في جهاز كمبيوتر ثاني مش هتدخل ستورج. الداتا سايزز طبعا احنا فاميليار بالداتا سايزز لكن ما زدت على خاطر الحاجات الاخيره هما البيتا بايت والاكزا بايت والزيتا بايت واليوتا بايت خاطر ان اكزا بايت يونتس فهذه داتا سايزز. قبل نخش في كيف نديروا نتورك ستورجز في فايل سيستمز زي ما نقول ريكومندد باش نديرهم في نتورك ستورج. فايل سيستمز هما منهم زي اف اس وبي تي ار اف اس واي اكس تي 4. تمام. علاش هما؟ على خاطر عندهم ادفانتجز معينه كويسه لما انت تبي تدير ستورج كبيره عاليه هلبا واكسس سريع وهلبا يوزرز وميدل سيستم مختلفين يحبوا يديروا اكسس اوفر ذا نتورك يعني فور برفورمانس. تمام. احنا اوريدي فاميليير ويت اكس تي 4. اكس تي 4 اللي هو اللي نستعمله فيه في لما درنا مثلا ديبن انستليشن. عندك among the improvements في ال version 4 of XT support for volumes of 1 exabyte and files of 16 terabytes. تمام. يعني XT 4 نستعملها لما نبي ندير volumes أقل من 1 exabyte والفايلز مش هيفوت 16 terabyte الفايل نستعمل XT 4 اللي هي تعتبر good enough for many reasons لكن مرات أنت تبي تستعمل حاجة ثانية. في حاجة تانية the extent block scheme set of contiguous physical blocks that reduce fragmentation يعني عندي أقل fragmentation من ال XT3 resulting in faster reading and writing of data يعني لما داروا النيو سيستم هو ولا عندي reading و writing أسرع أكيد تفرق معي لما بدي ال network storage server fragmentation تندار بروحه ولا الآدم اللي شنو هي؟ الفورمات فراجمنتيشن ولا دي فراجمنتيشن؟ لا فراجمنتيشن دي فراجمنتيشن تحتاج دي فراجمنتيشن اكثر ولا لا؟ انا ما عمري درتها بصراحه دي فراجمنتيشن يعني تصير بروحها يعني ممكن ما نعرف نرد عليك على هذا. وكان فراجمنتيشن هي نفس الفورمات اللي تدير ولا تقدر انت تخصص لها يعني ولا كيف؟ لا هو المفروض الفورمات تدير في تغيير في كيف يخزن في الفيزيكال بلوكس. التغيير هو خلى فيه اقل فراجمنتيشن في الداتا بتاعك وبعدين ولت اسرع في القرايه ولا في القراءه والكتابه اللي هو في الداتا في الهارد ديسك ولت اسرع خاطر غيروا طريقه كيف يحطوا في الفيزيكال بلوكس كيف يستعملوا فيه. And with less hardware resource consumption. طبعا هو in comparison to XT4, XT3. يعني ال paragraph هو comparison بين يعني the advantages of XT4 over XT3. طب بشمهندس يعني تستخدمهم كلهم هم فايلات ولا واحد منهم؟ لا هادو file systems مش files. يعني file systems زي ممكن تعرف ETFS وFAT32 وحاجة زي هي هادو file systems ثانيات. هتما file systems زي ما تقول يوصى بهم لما تبي تدير فايل سيستم كبير باش تستعمله في نتورك ستورج سيرفر. لما عندك كذا كمبيوتر يبي يستعمل سيرفر واحد فور ستورج مرات تبي تدير ستورج كبيره هلبا
هذا هم يدعموا ويوصلوا بيهم زي ما تقول على حسب انت استعملت شنو بالضبط. يمكن احسن ريكومنديشن تاخذه من السوفت وير اللي تبي تستعمله نفسك، لان السوفت وير اللي تبي تنزله باش يكون هو النتورك ستور السيرفر بتاعك تاخذ ريكومنديشن منه هو. تلقى الديفلوبرز احيانا يكتب لك ان هو يدير ريكومنديشن لفايل سيستم معين يدعم السوفت وير، هو يمكن هذيك احسن ريكومنديشن. هذه بالنسبه لـ XT4 اللي استعملوا فيه من قبل. اوكي خلينا نشوفوا BTRFS. BTRFS is the latest file system we present and began development in 2007 by Oracle Corporation as a replacement for XT4. BTRFS improves file addressing capacity to 16 exabytes instead of 1 exabyte. And 16 exabytes هنا and volume sizes up to 16 exabytes. يعني 16 اكسابايت هارد درايف والفوليوم بتاعه، يعني يمكن دير فوليوم ياخذ 16 اكسابايت كله. بعد التيرا هذه ولا في 1000 تيرا؟ لا بعد بيتا بايت. بيتا بايت 1000 تيرا بايت و1024 بيتا بايت هي 1 اكسابايت. مليون هذا بس بس او يعني مليون تيرا بايت او يعني هنا نقدر ندير فوليومز 16 اكسابايت و just like ZFS. In fact BTRFS is also a copy on write system to support fault tolerance and file recovery and provides easy management. Additionally BTRFS can be upgraded from EXT3. يعني BTRFS يمكن تقول كأنه fork من EXT3 باش انت تقدر ابجريد من EXT3 لل BTRFS من غير ما تخش على EXT4. يعتبر upgraded من XT4 فيه يمكن حوالي نفس الـ advantages اللي هنا و advantages الثانيات. أهم حاجة طبعا إنه هو capacity 16 exabyte مش 1 exabyte كده يستعمل كلهم في volume 1. تمام هذه بالنسبة لـ BTRFS تستعمله لما أنت البرنامج اللي تبي تستعمله في network storage بتاعك يوصي إنك تستعمل BTRFS كأحسن حاجة عندك. نشوف لـ ZFS Zeta Byte File System. It's a file system developed by Sun Microsystems and released in 2005 for Solaris. This system is characterized by its large addressing capacity with a word width of 128 bits. يعني تقدر تحط word كبرى 128 bits which allows to support volumes of 16 exabytes just like BTRFS. And files of 16 exabytes. يعني نقدر ندير فايل واخد 16 exabytes ب ZFS. ZFS also supports volume and storage space management and block based control functions, which is very important. ZFS ZFS تقدر تدير تستعمل أكثر من هارد أكثر من فيزيكال هارد درايف لفايل سيستم واحد. تقدر بول اوف هارد درايفز وفيه العديد من فيتشرز يستعملوا فيه في السيستمز اللي يبوا هلبا ستورج كبيره هلبا وفي العاده في سيرفرات او دي اي يوزن سولاريس والناس، لكن تقدر تستعمله في نعم حتى الناس تقريبا هم يستعملوا في تقدر تستعمل اي حاجه في الناس. فهذا بالنسبة لبعض الفايل سيستمز اللي هم يوزد فور نتورك ستورج. اوكي فعندنا شوية تايبس في نتورك ستورج. اوكي طبعا نتورك ستورج هي مش فايل سيستم، هي another layer on top of file system. يعني زي ما نقول intermediate software موجود في السيرفر يعطيني اكسس على على الستورج هي عن طريق بروتوكول معين نخش عليه عن طريق كلاينت ابلكيشن. ففي كذا تايب اوف نتورك ستورج. في بروتوكول اسمه سكيور فايل ترانسفير بروتوكول اس اف تي بي يخدم على الاس اس اتش. البروتوكول هو تقدر تستعمله بس تستعمل اي فايل سيستم موجود في السيرفر اللي في الاس اس اتش سيرفر. Secure File Transfer Protocol (SFTP) is a network protocol for securely accessing, transferring, and managing large files and sensitive data. تمام. هو made more for security, not necessarily the fastest.
باي اني مينز يعني مش نقول بتستعمله في باش برامج تخزن وترفع من السيرفر وكي، لكن كويس فور انيثينغ ايلس لما تبي سولوشن سريع، تبي تخش على سيستم فايل سيستم ريموتلي ودير له مونتنج عندك، يمكن هذه اسرع حاجه نخش على عملي شوفوا كيف يندار بالضبط. Designed by the Internet Engineering Task Force as an extension of Secure Shell, extension of SSH. SFTP enables access, transfer and management of files over a network. فزي ما تقول extension لل SSH نقدر نستعمله باش نخش على أي فايل سيستم موجود في السيرفر تاعي، وكويس وسكيور، لكن مش ما نعتبرهاش انا fast enough for actually uses by software. هذه لينك تاع توتوريال من ديجيتال اوشن of how to use SSHFS to mount remote file systems over SSH. اوكي SSHFS هو لما انت تدير تبتدي mount لفايل سيستم over SSH باستخدام SFTP يقولوا له SSHFS، لكن يعني تقدر تقول انه نفس الكلمه interchangeably used، لكن لما تقول SFTP مقصود بها البروتوكول اكثر. اوكي في عندنا نتورك ستورج من نوع اخر مدعومه في لينكس بشكل كويس، هي ما NFS او نتورك فايل سيستم. نتورك فايل سيستم هو يمكن تستعمله في سيرفرز، يمكن تستعمله ل داتا ترانسفيرز، لكن ما يعتبرش سكيور، يعتبر يمكن تستعمله في نتورك تكون يعني ممكن تكون كلوز بس تستعمل ال يعني اكس بين سيرفر هو سيرفر هذا يكون في تراستد نتورك احسن. نتورك فايل سيستم از ا ديستريبيوتد فايل سيستم بروتوكول ذات الاوز يو تو ماونت ريموت دايركتوريز اون يور سيرفر. ذس الاوز يو تو مانج ستورج سبيس ان ا ديفرنت لوكيشن اند رايت تو ذات سبيس فروم مالتيبل كلاينتس. NFS provides a relatively standard and performant way to access remote systems over a network and works well in situations where the shared resources must be accessed regularly. فنقدر ندير عن طريقة زي shared directory ويستعمل من كذا client من أكثر من مكان ويديروا write و read و شنبوا يديروا في النتورك storage بتاعك. It's very straightforward. وعندنا هنا لينك ل توتوريال من ديجيتال اوشن ديبيان فلاش كيف تدير ماونت لينفس، كيف تدير فوتي سيرفر ودير ماونت لدايركتوري من سيرفر هذاك للكلاينت عندك، وحنديره باذن الله عملي بعد شوية. تمام. في نتورك ستورج من نوع ثاني ممكن تكون كلكم فاميليار به، السامبا او اس ام بي. It's a software that allows a Unix server to act as a file server to Windows clients. Samba is a free open source implementation of the CIFS file sharing protocol, which evolved from SMB. Hence, this SMB in Samba. Samba runs under Linux, FreeBSD, and other Unix variants. يعني نبي نستعمل سامبا كنا نبي ندير شير لويندوز كلاينتس، نبي نخدم كفايل سيرفر لويندوز كلاينتس باش يدعم هما باي ديفولت. تمام. في عدة أنواع من نتورك ستورج تانيات هنا توا مش حنخش فيهم كلهم، لكن يمكن مرة تانية بعد ما نكملوا الأوتلاين هو يمكن نزيدوا أنواع تانية زي الناس مثلا. لينكس اللي هم الكلاينتس اللي خلوا من لينكس اللي طبعا مكتوب ان ويندوز كلاينتس هم واللي جماعة ما مثل الكلاينت يكون عنده لينكس ما يمشي فيه فيه ممكن بنفس الباكج فيه برامج كي كلاينت يصير تقدر دي ماونت يصير، لكن يمكن مش باي ديفولت نازل ممكن تنزل لكن مش صعب ان الموضوع وفي الويندوز باي ديفولت تقدر تستعمل كلاينت وسيرفر في لينكس، لكن هي الفكره انك انت كانك انت لينكس بس سيستمز يمكن تستعمل حاجه ثانيه.
حاجة تانية خير. ممكن مش بالضرورة خير يعني. حسب انت شنو بتقدر تدعم SFTP في الويندوز في برامج نعرفش شنو في في اخر سلايد فيه مور هيلب لينكس في ستورج ترمينولوجي ان كونسبت ان لينكس وديجيتال اوشن مش على نتورك ستورج قصدي على ستورج ان جنرال جود ريد كنت بتقرا عليه شوي وفي الديبيان ويكي ستورج هنا تلقى مجموعه لينكس لصفحات فيهم مانوز كلهم لهم علاقه بالستورج هنا فلينك كويس وفي هنا more reading about network storages from routerswitch.com كانت بدي شوي reading هما links كويسة وفيهم مش اي tutorials فيهم كتبي تقرأ بستفهم concept اكتر فهذه بسم الله بإذن الله بالنسبة للسيرشن هي السلايدز هما تلقوهم في السيرفر بإذن الله هما السلايدز انت عامس في السيرفر طبعاً بنخشوا على السيرفر السيرفر اللي هو عام زلنا له كي باش يدير سكيورس من غير باسورد سميناه احنا one.msrt وقاعد موجود سيرفر اب فتو انا بندير SSH مسارات 1.msrt زي امس كونكشن ريفيوز لان انا غيرت البورت درت 22.02 مش 22 بس وخش سيرفر عندي حاليا انا متصل وتقدر تشوف لاست لوجن اوكي anyway. جهزنا سيرفر ثاني اللي باش يكون كلاينت هو درنا سيرفر ثاني باش يكون كلاينت السيرفر هو مثلا درناها اه قصدي هو سيرفر بيكون كلاينت لهو في موضوع ستورج اه معناها خلينا نديروا نوت السيرفر ونحوله للكلاينت بعد قصدي بنوته هو بنفتحه نتورك ستورج بالنسبه لل SSH SFTP سيرفر بيكون اموره تمام وطول الخدمه كلها في كلاينت بس انك دير الاماونت فتو بنديرها طول لما نخش على سيرفر ثاني فتو خلينا نبدا في NFS تمام فخلينا نحول لروت لان كل شيء بسودو انا حاليا روت في السيرفر خلينا نبدا دير كلير نرجع ندير SSH خلينا نخطط احنا شنو نبغى نديرو احنا عندنا هارد ديسك 10 جيجا بايت في بارتيشن 10 جيجا بايت وماونتد في اكس فات درايف صح ولا فايش رايكم نستعملوا هذا البارتيشن هو اللي نبغى ندير له شير للكلاينت تمام اول حاجه نبغى نديرها نبي ننزل نعم نقدر حتى تقدر لكن بدات في الاس اف تي بي تمام لكن ان اف اس نفضل يكون سيرفر جنبك
بعد احنا نديروا بطريقتين مش بعد عادي خلي تو نوتر السيرفر بتاع انفس وعادي تبدا تنزل برنامج اسمه انفس كيرنل سيرفر اللي هو حيكون السوفت وير اللي حيدير مانجر الموضوع حنزل مجموعه باكجز وكبرهم 2 ميجا بايت ونزل بتشوف انه هو سيرفيس ودارلها سيم لينكس اوكي ونزل كونفجريشن ادار كونفجريشن فايلز في اكسبورت كونفجريشن فايل وغيرها من الحاجات اللي البرنامج يبيها باش يخدم فتو انا خل ندير دايركتوري نحط فيه ال ندير دايركتوري باش يكون هو شير في السيرفر بتاعي احنا قلنا نبغى نستعمله اللي هو SDB1 XFAT Drive ندير ده مقدر /mt/xfat/drive/share مثلا share تمام تقدر تدير داش بي كان تبي تدير اكثر من فولدر بس بعضهم اكثر من دايركتوري يديروا مع بعضهم مثلا تمام فانا توكي درت دايركتوري غادي نعم داش بي هذه كانك انت مثلا تبي تكتب هلبا دايركتوريز داخل بعض معرفات وتبي تديرهم كلهم مقدر مع بعضهم كلهم مقدر البات كله كان يعني البارنت دايركتوريز اف دي دونت اكزيست كرييت ذم معاك واضح هاك تقدر تدير مان مقدر دير سلاش ماينس بي تجيك هنا نو ايرور اف اكزيستينج ميك بارنت دايركتوريز از نيد يعني كانوا هم موجودين ما يعطينيش ايرور وكانوا مش موجودين يديروا يعني بيستخدم ديما فتو خلينا نشوفوا النيو دايركتوري درايف شيرد نعم انا سندرت بالضبط انا نزلت برنامج تمام انا ما درت شيء في الاول فرشتي على السيستم كيف شكله اوكي الستورج نتاعه بعدين درت الكوماند هو درت انا ما زال ما درت شيء انا تو شبحت انت قلت لي عاود من الاول هادو درت ال اس بي ال كي شفت عرضت الفايل سيستمز اللي عندي كيف شكله الهارد ديسك كيف مقسمات وبعدين درت الكوماند هو باش ننزل برنامج ان اف اس كيرنل سيرفر هذا اللي بيكون سيرفر نتاع النتورك ستورج نتاعي في السيرفر نزلته بالكوماند هو وبعدين نزلت شبحت الفايل سكشن نتاعي اني قلت نبي ندير دايركتوري هو اللي شير هو في داخل الاكس فات درايف دير دايركتوري اسمه شير دايركتوري اسمه شير قلنا داش بي هي غير بس كان في دايركتوري في البارنتس تمام مش موجود يديرها معاه تمام فهذا هو الدايركتوري دير دايركتوري بس وبعدين عرضت كان فصلت حاجه بس ما درت شيء يعني مازال يعني انا نزلت البرنامج ودرت دايركتوري جديد مازال ما درت حاجه ثانيه تو في نقطه تبي تديرها خلينا نمشي للدايركتوري احنا غادي تمام الاستشهاد عندنا هو دايركتوري اللي نبغى نديره طبعا زي ما تشوف فيه دايركتوري مدار روت تمام وما يساعدنيش هني موضوع هو ما راح تصير مشاكل بيرميشنز وكي يعني نبغى ندير له شير اوفر نتورك فور دايركتوري هو فنبغى نغير الاونر بندير تشينج اونر نعطيه نوبادي نو جروب باش يبدا زي ما نقول الجميع يقدروا يغيروا فيه ندير MNT XFAT Share
دقيقة بس. درنا ديركتوري جديد داخل الاكسفاد درايف سميناه هاشيرد وقاعد نشوف علاش مش عاطيني ديركتوري بس هذا هو بس دير ديركتوري اسمه شيرد بس ما درت شيء قاعد نبي نشوف علاش مش عاطيني بيرميشن اني نغير فيه نبي نشوف هل هو ميوتابل ولا شنو وما مش عاطيني ال كيف ندير Mm-hmm.
احتمال هو الموضوع اللي علاقة بأن البارتيشن نوع الفورمات بتاع إكسفات يمكن هو يندار إنه يدعم فايل برميشنز، لكن الطريقة اللي درتها مونتد أنا ما فيهاش الفلاجز اللي يخلوه يمشي فيه فايل برميشنز. يمكن أسرع حاجة إن نغير ل /mnt/part2 وندير مقدر شير هنا وبعدين نجي نفس الشينج هون.
اوكي، فانا كانت عندي مشكله في نوع الفايل سيستم الاكس فات، يمكن هو يدعم الفايل بيرميشنز لكن انا مش مدير له ماونتد بالطريقه اللي تخليه يدعم الفايل بيرميشنز. هنا هذا البارتيشن هو XT4 فما عنديش فيها اي مشكله. تمام، هذاك مشكله ان هذاك كان اكس فات، هو اكس فات فما قدرتش نغير فيه البيرميشن بالطريقه اللي انا مدير لها بها ماونتد بي كونفيجريشن، لكن XT4 يخدم طول ماشي حال. هنا صارت لي مشكله، انا لما جاي لما درت دايركتوري جديد في SDB1 اللي هو فورماتد اكس فات ونبي نغير البيرميشنز عليه ما قدرتش، لان انا مش مدير له ماونتد بالطريقه الصح وهو اكس فات، لكن XT4 هنا اول ما دير ماونتد يدعم طول، تدير فيه فايل بيرميشنز وفايل اتريبيوتس وتغير فيهم زي ما تبدي. تمام، تقدر لكن تبي تدير الماونت فيها اكسترا فلاجز اوكي الماونت كوماند لما درته لما تديرها للاكسفات المفروض كيف تو؟ انا تو ما عنديش واتي كوماند كيف المفروض يكون شكله، لكن شويه بس تنوريك كوماند قريب لي لقيت كوماند نفسه لكن للان تي اف اس في اكسترا حاجات بتحطهم اكسترا ارجمنت في اكسترا ارجيومنت بتحطها لما تدير ماونت. يعني شوف هنا يعني لما درت ماونت هنا شوي بس هيستوري جريب اوكي، انا هنا درت ماونت للاكس فات درايف هو قاعد دير له ماونت وان ماونت ما اعطتهاش اي ارجيومنت ما اعطتهاش فلاجز وارجيومنت دار ماونت دار ماونتنج، لكن لان هذا اكس فات يبي اكسترا ارجيومنتس باش يولي يدعم الفاير بيرميشنز وفاير اتريبيوتس. هو مبكر كتب لك في فلاج اسمه كيف خليه يدعمه؟ تبي نعطيك كوماند دلوقتي المره الجايه نعطيه لك، لان ما نقدرش نقعد نجرب تو من التوتوريال زي كذا. نعطيك المره الجايه كوماند دلوقتي بالضبط كيف نخلي الاكس فات يخدم فاير بيرميشنز، لكن فور ناو بنستعملوا البارتيشن الثاني اللي عندنا اللي هو في XT4. هو مبكر الاكسبشن اللي طلع انا شو اسمه الريد فلاج انه مفتوح. ايوه هنا قال لك طفيه يعني. لا ما قاليش ريد فلاج. قال لي تشينج اونرشيب نوت بيرميتد معناه انه روت. الريد فلاج. لما انا جاي نبي نغير البيرميشن نبي ندير له تشينج اونر لنو بادي نو جروب. بس نقدر ندير له شير نو بروبلم ريد ورايت وكي مع ناس في النتورك. فقال لي انا ما نقدرش نغير الاونر شيب لان اوبريشن نوت بيرميتد معنا انا روت. علاش؟ لان الفايل سيستم هو بالطريقه اللي هو مونتد بها توا ما يدعمش فايل بيرميشنز وفايل اتريبيوتس. انا مدير اكس فات، انا المفروض مش مدير اكس فات اصلا، اكس فات مش يعني ما يوصلش بها باش تستعمل نتورك ستورج بها. عارف انا غير اخذت نزلتها مره فاتت وما فكرت في الموضوع مره هي طول جت لا لقيت في واحده ثانيه عندنا بارتيشن ثاني اكس تي 4 5 جيجا براحه. كيف عرفت انا انواع البارتيشنز؟ درت تي اف كابيتال تي مع الاتش دي اف داش تي اتش كابيتال تي هنا هذا باش اعطاني زادني الكولوم اهو اللي فيه التايب كل ما هو اللي فيه تايب زادوا لي توا هذا الاكس فات اللي مشيتش اموري فيه هذا الاكس تي 4 اللي ماشي اموري فيه 4.6 جيجا بايت مونتد فيه /m/mnt/part2 بنستعمل هو انستد اوف هو على خاطر هذا اكس فات وتنشوفوه باذن الله كان عندنا سيشن غدوه ولا لحد تنزيد نعطيكم اجابه مفصله اكثر على اللي صار توا وكيف نديروا له حل باذن الله كان في حل للاكس فات. فتو انا في البارتيشن الثاني درت بارتيشن اسمه شيرت درت دايركتوري اسمه شيرت وغيرت البرميشنز نتاعها للاونر نو بادي وجروب نو جروب وهادو البرميشنز نتاعها قاعدين انشينج
ريد رايت للنوبادي واللك الجروب ما فيهاش رايت لكن انت نشوفه احنا تو كنا نحتاجوها ولا لا. المهم انا كيف درت بالضبط؟ درت الكوماند زهما مشيت للمكان البارتيشن الصح اللي فاست اكس تي 4 ومشيت درت ماكدر لي شيرت دايركتوري داخل الدايركتوري هو اسمه شيرت باش ندير فاست شيرن هذيك. غيرت الاونر درت تشينج اون يوزر نوبادي جروب نو جروب واعطيتها الدايركتوري تام نجح الكوماند وغير لي البرميس الاونرشيب نتاع الدايركتوري شير درت اريس داش ال باش تاكدت من الدايركتوري نتاعي. درت هيستوري بايب جريب ماونت باش نشوف نتفرج على الماونت كوماند نتاعي كيف كان شكله لما درت الماونت مره الاولى. ودرت دي اف داش دي اتش باش يعرض لي التايب نتاع ال devices اللي عندي storage devices لما mounted storage ال التايب نتاعهم زد تي. نعم ما بيك بنحدد على specific users بس اللي شنو للشيرت. ما انت هنا specific users في السيستم تاعك ولا في نوت نتورك؟ لا كنتورك اوكي. في النتورك ممكن تستعمل اي بي ادرس. ايه اكيد تو بنديرو فاهم تربيرها. هذه في السيستم انت ما اليوزرز ما في السيستم هنا في النتورك بيستعمل اي بي ادرس مش نفس الشيء. انت هنا بس تدير شير اللي فايل بالان اف اس تعطيه نوبادي نو جروب يعني انت في السيستم تاعك هنا ايفري ون هنا اكسس على في السيستم هو ايفري يوزر. هنا ايفري يوزر باي لاكنت بيس تبي سبيسيفيك يوزر اذا بدير شير اوف ذا نتورك. ما نعرفش ان تندار في الانفس بنفس ديما ندير فيه كيما ديما نوبادي نو جروب. وبعدين فيه في الاكسبورت هنا بتحدد الاي بي ادرس تاع الكلاينت في السيرفر. لا عارفه يعني نحكي مثلا نفس اللي قلت لك انا السيستم سبيسيفيك يوزر لكن ما نعرفش ان تندار انت تبي تحط من يوزرز ومش كلهم ترستد انه يشوفوا هنا لكن في نفس الوقت عندك سيرفر كلاينت يبوا يستعملوا ما نعرفش هل تندار بالضبط هيك ولا لا لكن سجلها لك في نوت عادي شكرا. ما عندكش مشكله. تمام فتو انا عندي دايركتوري اوند باي نوبادي ونو جروب
اسمه شيرت موجود في الديركتوري هذا وطالع من البارتيشن اس دي 5 فورماتد از اكس تي 4 سايز نتاع 4.6 جيجا بايت وتو هنا نبي نخش على الاكسبورت فايل موجود في اي تي سي اكسبورت هذا الفايل اللي فصله كونفيجريشن نتاع لينفس سيرفر فاعطيني اكزامبلز اوكي فطول انا بنبدا نكتب خذ راحتك تفضل نكتب الدايركتوري نتاعي شنو هو انا نسيت الدايركتوري خلينا نطلع دايركتوري ام ان تي بار 2 شيرت خلينا نجي طول نكتب هنا سلاش ام ان تي سلاش بار 2 سلاش شيرت فهذا الدايركتوري نتاعي بعدها طول بنعطيه الكلاينت فبنكتب هنا كلاينت 1 بعدين تنديرهم في الهوست فايل اعطي الاي بي تيجي تعطي اي بي ما نعرف تعرف انت شوفوه خلينا نديرو كلاينت 1 وبعدين نديرو في الهوست فايل ف بتجيب تفتح بارنتيسيز بتعطيه بيرميشنز ريد رايت سين نو سب 3 وطبعا تقدر تقرا عليه ال الفلاجز هما وتتاكد انت شنو تبي تدير بالضبط يفرقوا في على حسب استعمالك انت بالنسبه للاستعمال احنا اليوم مش هتفرق باذن الله يمكن اهم حاجه هنا هي السنكه اكثر حاجه بتفكر فيها هل تبي تديرها ولا لا السنك حسب الدوكيومنتيشن اللي عندي هنا تخلي الانفس يكتب تشينجز للديسك قبل لا يرد عليك على الكلاينت يعني بيكتب تشينجز بسرعه قبل لا يرد على الكلاينت بتاعه واللي بعدها اللي هي نو سب 3 تشيك prevent subtree checking which is a process where the host must check whether the file is actually still available in exported tree for every request this can cause many problems when a file is renamed while the client has it open يعني في مجموعه كبيره من الاوبشنز اللي عندك في حتى root squash ونو root squash وحاجات زي كلها تبي تشبح يعني ديما تبي تفكر في البرنامج اللي تبي تستعمله باش يستعمل الستورج وشين يمشي معك اكثر حاجه من كلاينت من كلاينت
من الكلاينت اكيد النتورك سيرفيس بيستعملها لبرنامج معين، مثلا عندك نيكس كلاود ولا عندك اي برنامج تبي تستعمله وعطيه ستورج هيك ديما بتتبع الريكومنديشن تاع الديفلوبرز تاع البرنامج هذا نفسه، هو اكثر حاجه لها علاقه لانه يعتمد على البرنامج كيف يخدم وقداش في جهاز يستعمل فيه يستعمل في نفس المكان. فعلى ضوء الحاجات هي بتدور سينك ونوز بتري تشيك وفي نو روت سكواش حتى هو كنت تبي. يعني كوماندا هو يعني كانك انت درت ارجمنت مش ماشين مع السيتويشن بتاعك يمكن يولي ان ريسبونسيف سيستم ولا بطيء هلبه ولا حاجه زي هيك يعطل هلبه باش يكمل حاجه بسيطه. ممكن تتبع القائد بتاع السيتويشن تبع بتاع السيتويشن مستخدم انت بالضبط. باذن الله احنا هيك مشت الامور بالنسبه للسيرفر وعندي ال نبي نسيف الكونفجريشن وندير ريستارت للسيرفيس ونحط الاي بي في الهوس ونحول للكلاينت. فتو هنا خلي سيف كونفجريشن تاعي انا هيك ساتسفايد بهم ان شاء الله. نبي ندير سيستم سي تي ال ريستارت ان اف اس سيرفر ولا كيرنل سيرفر ان ريستارت ان اف اس كيرنل سيرفر. احيانا تبدا في حاجه نفس الاسم ولا هلبه حاجات نفس الاسم ولا حاجه زي كده لكن هنا ما نعرفش علاش بالضبط ما درهاش تصير هلبه هي لكن ما فهمتش هنا بالضبط علاش ما درهاش ما نعرفش المهم اضطريت نكتبها بروحي حتى نكملها ما نمشي معها حتى اخر حرف احيانا ممكن تصير ما تفكرش اخر مره صارت لي انت تصيرش هلبة. تمام فانا عندي توا نبي نشوف نانو اي تي سي هوست ونبي نحط كلاينت 1 شنو هو كلاينت 1 فنبو اي بي ادرس نبو اي بي ادرس للسيرفر اللي هو الكلاينت سيرفر تاني هو نفس ال لو قديش كان
وناخذ على لينكس فايروالز سكيورنج لينكس سيستمز لوكالي اوفر نتورك. واحتمال نزيد السيشن تانية نخش شوية شوي شوي في حاجات تانية ما متعمقناش فيها من قبل، بس تاخذ علينا فكرة بس كنا ما كنا قدرنا نكمله في 7 سيشنز، مع ان زي سيشنز ده قدرنا نمكستند دي مرتين. الشرعي يعني. شوف اللايسنس مكتوب عليه زي الفايل. في فصل اكيد حتى فرضا ديم. نعم. لا تو احنا بيجي تكتب ونزله كتاب. تشوف حقوق نشر. شوف ال حقوق نشر متبش العقل اللي عامل شويه عنده حقوق نشر ولا لا؟ اكيد في ما فيش خلاص حرام تنزل بيجي الحلال والحرام. هو الكتاب اصلا بالفلوس. خلاص نزل ما فيش منه بديف. هذا واحد مصور وبايع. والله قصة تصور انت تبي تحللها لك شيء ثاني تبي الصح والغلط كتاب يا رب شنو اسمه كتاب روايه اسمع يونكس لينكس ادمنستريشن هاند بوك كيندلي اديشن كيندي معناها كده مش فيلم امازون مش فيلم اي حاجه كندل ولا كندي مش عارف اسمه الجهاز هذاك زي الواحد حاجه 40 دولار 50 دولار 51 60 هذا الكندل الصغير ما هو الكندل البوك العادي ب 61 دولار كندل قالوا حتى تشري كتاب عندهم حق يمسحوه منك كان ما عندهم ليه ينشر اصلا رد حتى تشريه مثلا مش رتاش لا هم يلغوا ما خمسة ونفس اليوزر الباسورد هذا كان لا مسألة 2-1-3 اوكي فتو دنا للريستارت مرتين نديرو بينج كلاينت هون سلام تو خلينا نخشوا على ال خلينا نعدلو في الماك نفس الشيء تو هوست نديرو نفس تمام
طبعا لما تبي تدير حاجه وتكتشف ان هي تبي سودة وتقدر تختصرها تعطي زوزك سلمان سمارت تمشي طول. جهازي الماك هو بس يتصل بيه بسرعة بس اسستش مسارات 2 ات كلاينت 1 مش كلاينت 1 2 دت مسارتي اول مرة تتصل بيه طبعا بيدير فاليديشن اللي في البرنت تاعك بعدين تعطيه اسم بعدين تكتب الباسورد تاعك تلقى روحك في السيرفر توا نبغى نديرو جزء اللي هو بتاع الكلاينت في الانفس انا حاليا نبي ندير نبي نحول للروت ونبي ندير ابت انستول انفس كومن طبعا انت ماذا بيك في كل السيرفرات بتدير المكي اوثنتيكيشن وتسكر باسورد اوثنتيكيشن والروت لوجن والحاجات اللي تبين عليها امس أنا توا نبي ندير الانفس اللي ماليش علاقة بالكي تمام فتوا نبي ندير دايركتوريز وين بحط لا ماونت الموضوع بتاعي نبي ندير دايركتوريز وين نبي ندير لا ماونت فأنا خندير لس دي هكي خنديرو دايركتوري جديد سلاش شير مثلا تمام فقدرنا دايركتوري جديد اسمه شير و خنديرو له على طول دير لاماونت انت هنا بعد ما تنزل ال NFS comment دير لاماونت عن طريق ال IP بتاع السيرفر الثاني خلينا ندير نفس الشيء ندير فيه ديما ندير على ATC host باش ما اشتريح منه الدنيا جي هنا نعطيه نفس الـ IP بتاع السيرفر نسموه 1.msrt نسموه سيرفر خلاص اسمه سيرفر اسمه سيرفر 1 احسن سيرفر 1 احسن هذا كلاينت 1 لكن سيرفر 1 اوكي فتوى طول دي دي الامونت سيرفر 1 وبنعطيه المكان غادي وين وهنا وين فهنا خلينا نجي نشوف هنا شندرت بالضبط انا هنا طبعا نسيت مش مشكله نجي على تي سي اكسبورت دي هنا انا قاعد عندي 1 دايركتوري slash mnt slash port 2 slash shared فهذا الديركتوري اللي في السيرفر هيك شكله ندير له سبيس ونقول له حطه slash shared طول عندنا اوكي بنعطيه انتر تمام فتوا خلينا نجي هنا خندير دي اف داش اتش باش نشوف الماونتد سيستم بتاعي عندي ماونتد سيستم هنا طلع لي السايز بتاعه وطلع لي وين هو في السيرفر 1 وين هو في الكلاينت هيك نجحت عمليه ان انا درت ماونت لحاجه اوفر نفس نتورك فايل سيستم من السيرفر للكلاينت هو نفس الفولدر خلينا نجرب بالضبط يكون انا هنا نخش على شير نخش على شير هنا ندير تاتش فايل ميد اون سيرفر اوكي انت عندي فايل ميد اون سيرفر يعني المشكله انه هو دار روت هنا يمكن انت تبدا تدير سكواش ولا نو سكواش للروت باش ما تضربش البرميشنز هاي في بعضها بين الكمبيوتر في بعض هنشوفه هنا شنو صار
انا مكان بعيد خلينا نمشي لي سلاش ندير بس توا عندي 5 اون ذا سيف. هو احسن حاجه اني نزلت خشبي مرود فمش حتصير اي مشكله. هي الموضوع انها بتتسجل مكتوب عليها روت، فلما انت مش روت في الكلاينت الحساب انا ليه علاقه بروت، لكن هو انت في السيستم هذاك مسموح لك تغير. غير موضوع انه مكتوب عليه روت السيستم تاعك ما مرات ما يخليكش. خلينا نجربوا مثلا نديروا نانو فايل ميد اون سيرفر ان رايتبل عندي، مع ان حتى انا روت في الزوز عندي ان رايتبل هنا، لكن هنا المفروض يكون رايتبل من هنا رايتبل هنا نبدأ نكتب اي روت از روت اون ذا سيرفر. تقدر تغير الصلاحية وتقدر تدير له نو سكواش في السيرفر. في السيرفر لكن ما تقدرش تكتب، تقدر تشبح فايل بس تقدر تقرا ما تقدرش تكتب حاليا. خلينا نديرو list-l1 وتعطي ايه معها مش لازم ايه تزيد لك خلاص اديرك سنبيومش. انا هنا عندي read و read. خلينا نغيره في ال في ال في ال configuration تاع ال NFS server باش نخلوه كل شيء يمشي. فبنغير في configuration ندير restart للسيرفس فقط. تكون very easy تخش تدير تزيد no root squash وقت. فنمشي للفايل configuration file اللي هو slash etc slash export exports. جي هنا تزيد عندك هذا ال configuration tag نفس السطر هو تزيد no underscore root underscore squash no root squash نورود سكواش وتسيب وتقطع عادي. ولكن ضروري من تدير سيستم تل ريستارت NFS شاخد كونفج جديد كيرنل سيرفر. نعم باش ياخذ الافكت جديد ولا باش ياخذ افكت شبه تاخذها زي قاعدة جميع سيرفيسز تديرهم ريستارت. هو مش كلهم لكن تريل ديروا انتر بإذن الله تكون مشت الأمور هنا. خلينا نجي أنا ندير لها LS هنا LS-L1 قاعد عندي طبعا نفس البرميشن الأولى، لكن خلينا نجرب نكتب فايل جديد كلاينت فايل كلاينت فايل مشي هنا ندير LS-L1 كلاينت فايل خذها هنا نفس الموضوع ندير نانو كلاينت فايل نقدر نكتب عليها، لكن هذا هناك كلاينت لكن الفايل ميد اون ذا سيرفر تو حتوي نقدر نكتب عليه. تو تقدر تكتب اي حاجه اي ميد ذس تشينج اون ذا كلاينت ما تو انا قدرت نسيف في الفايلات اللي هنا. خلينا نكتب فايل جديد هنا نديرو نانو سيرفر فايل This was written from the server. ونجي هنا نجي نشبح نلقى فيه فايل جديد اسمه server file. نتوى الكلاين. And this was added from the client. Okay. ما عادش عندي مشكلة هذيك نتاع الروت. درنا نو روت سكواش فقط. هذه introduction to NFS. هذا الكوماند اللي استعملناه. خلينا نحاول ندير زوم اوت شوية. موضوع ندير في الفونت. هذه الكونفجريشن تاعنا. تعطيه المكان وين mounted
اول حاجه وين المكان اللي تبي تدير له شير؟ تمام. الاكسبورت فايل سطر واحد، لكن لكل كلاينت تعطي سطر، يعني انا نقدر نعاود السطر مره ثانيه وندير الكلاينت 2. كان عندي كلاينت 2 تمام، فنبدا نعطيه الدايركتوري نتاع الاي بي او الهوست نيم او اللي هو اللي تبع الكلاينت، وبعدين عندنا اوبشنز. اوبشنز هنا على حسب انت استعمالك شنو هو، ويمكن تشوف احسن ريكومنديشن هي الريكومنديشن تاع السوفت وير اللي تستعمله انت اللي هو اللي بيستعمل بنفس. غير هيك يمكن بتفكر انت في موضوع كنت تكتب سوفت وير براحك ولا بدير سيستم حاجه ثانيه براحك. بالنسبه لنا احنا عندنا ريد رايت وسينك ودون تشيك سب تري طول ونو روت سكواش باش ما ياخذش الروت، ما يعرفش يفك ويقول ايش تستعمل. هذا هما الفور اوبشنز استعملتهم انا هيك نفس يخدم عندي بنزل زجل. وكان كل ما بنزيد كلاينت نفس الشيء نزيد طول ندير له كوبي بيست نعطيه كلاينت 2 نزيد سيف مثلا نزيدها في الهوست etc host room بس نزيد مثلا هنا 10 100 150 6 عندنا احنا سيرفر ثاني معناه لا مزبوط بس نزيد الثاني حتى هو كلاينت نفس الاسم نفس الكلاينت نسيفه ونديره سيستم سي تي ال ريستارت انفس كيرنل سيرفر. طبعا هيك اسمه غريب نفس كيرنل سيرفر، مع انه في اسم نفس سيرفر لكن مش نفسه، بدير ريستارت باسمه كله. في جوب كانسل كانسل لكن تو دار ريستارت تو لما نجي ندير بس هنا ما جمعش حاليا في عندي مشكلة. احتمال ان حطينا زوز اي بيس في نفس الشيء، نجرب ونديرو تغيير ريستارت مرة ثانية. احنا طلع حتى في المرة الأولى طلع لي وعطل شوي، بس فخنولي مرة ثانية ونغير اي بي نفس الـ IP. رول هوست فايل مش لازم تدير ريستارت لأي سيرفس بعدها باش يمشي، لكن ديروا فاهمة سيرفر فايل ريستور هوست فايل و نقامشي نقروه في من غادي نجرب ندير ريستارت مرة ثانية بس نشوف لما ندير ريستارت شو يصير. سيستم سي تي ال ريستارت انفس كيرنل سيرفر في جوب كانسل. جوب هي كانت لأنه هو فاتح دايركتوري ولا يمكن يكتب فيه ولا حاجة زي هيك الكلاينت تو دير نانو بيعطل مش يفتح. تو عندي configuration فيها زوز كلاينتس نفس السيتنجز configuration تاعي نفسها نفس الفلاجز نفس كل شيء different host names لكن نفس ال نفس IP address. ترمنا
نجرب نفتح تاب جديدة هو لأنه وقفت عليه دبت ريستارت هو يقرأ نانو هو برنامج نانو صار له زي ستك فأنا بدي ريسيرش msr2@2.msrt طبعا فاسد اوثنتيكيشن يو مش سكيور دير ترمينات البسطية هذيك نجي ازروت نعطي الباسورد و بنمشي للشير في عندي مشكلة هنا في سيرفر هذا مشكلة في النت ولا حاجة زي المهم أنا توا رجعت في السيرفر ودرت ريستارت مرة ثانية ونقدر ندير نانو نيو فايل this file was on the ground وش السيرفر في التلقيح بس في نيو فايل غادي this file is made in the client okay. موضوع ان زوز كلاينت يبدو في نفس الـ IP address يمكن فيه اشكالية مش هيدا دوان نعم؟ مش هيدا دوان من زوز كلاينت في اشكالية في الموضوع في حاجة صار ما نعرفش على IP مش IP conflict لما زوز سيرفز عند نفس الـ IP انا هنا حتى زوز كلاينت فيها IP conflict لا؟ لان السيشنز مختلفة لان السيشنز صح فلذلك يمكن كان في كونفليكت الموضوع هو من هذه الفاينل كونفيجريشن تاعي فيري سمبل زي ما قلنا بكري دايركتوري اي بي او ايه المفروض يخدم عادي ايه والكلاينت ما دخلش مسمينا احنا فعادي جدا فلو عندنا احنا حتى 50 كلاينت نقدر نزيدوهم بالواحد ولا نقدر نزيدوا حتى عن طريق استعمال تكست مانيبيليشن الاختلاف دوكا تقدر تزيدهم كلهم مع بعض. انا نزل بي من ربيع قلت لك يخشوا كلاينات كلاينتس هم كلهم يخشوا على نفس السيرفر. ايوه ما عندكش مشكله كان فيه راوتنج باك اند فورت يخدم عادي. هو المفروض يوصل. ما عندكش مشكله اي اعطيني اي بي تبي تزيدها نزيدوه. تو نخش نستعمله تو. ما عندكش مشكله. حتى ما عنديش مش لازم ندير نفس مش لازم ندير لاين تاني نفس اللاين هو مجرد نغير كلاين 2 اي بي ادرس فقط كده سيف نجي هنا في الهوست نانو ستاش اي تي سي ستاش هوست ونزيدو كلاين تاني نسموه لابتوب مثلا اسم لابتوب ولا حاجة ولا أي حاجة طبعا احنا اليوم ما لحقناش نديروا الـ SFTP يعني حتى السيشن هاي بتأجل باقيها ليقضوا عليه لحد يقضوا فيه إن شاء الله ما عنديش أي تأكيد صراحة أنا بعتيني من نعم بعتيني فيه غضوة قالوا أنا متأكد من الموضوع إن شاء الله نجي غضوة معنا ونديروا سيشن ونكملوا على سيف تي بي واللي بعده إن شاء الله غضوة نزيدوا حتى في الوقت ما هي كيما بتطول هي مفروض سيشن واحدة هي لكن غير موضوع لسيف تي بي حتى لا عادي حتى صوص خلاص هي نفس الطريقة عادي حتى غضوة نديروه نحصل إن شاء الله وقت ما عندكش مشكلة نديرو فعندنا مترحل موضوع الانترفيس كنا بنديرو أكثر من كلاينت نديرو أكثر من الويندوز أنا ضروري ندير سيف تي بي ولا كيف؟ ما تقدرش تخش عليها من الويندوز ما نعرفش هل الويندوز يدعم ولا لا انت بتسال الويندوز هل الويندوز يدعم ولا لا احنا ما يدعم الا في السيرفر يخش معنا عادي ماشي المشكله ان شاء الله ك
كان يدعم في NFS سيرفر. أنا شندرت طبعا هنا أنا ما عنديش ال انا استعملت برنامج اسمه نفس كومن نفس داش كومن في هنا فيمكن يكون حتى نفسه موجود في الويندوز ما انا لا اعرف ومجرد بتنزل برنامج هو بدي الاماونت طول وانا نزيد الاي بي ادرس بتاعك هنا هيك تمشي الامور هو ديبيان اسرع اخذ كان عندي حاجه ديبيان طول لكن انت ممكن في ام وراوتين البي ام كاش تعطيه هوست اي بي لكن هو ويندوز ما يدعمش XD4 على فكرة صح ولا؟ ما يدعمش XD4 ولا؟ ما أنا مش حتمشي كان هذا الموضوع قلت لك كانت تدعم في الانفس وما تدعمش في الانتي في ال XD4 مش حتمشي لأن هذا XD4 ترى هذا نعم جوجل اه شوف جوجل اه كان يعمل ايش ويندوز سبورت فور XD4 كان ويندوز ريد دازنت سبورت لينكس فايل سيستم انكلودينج XD4 از ريزولت ويندوز كان نوت دايركتلي ريد اور ديتكت XD4 بارتيشنال ديفايس هنشوفوا فور انفس سبورت فور انفس نتورك فايل سيستم سبورت سبورت مولتيبل فيرجنز اوف كلاينت اند سيرفر depending on operating system version and family. مكتوب إنه support طبعا من مايكروسوفت أوبسن أنا مفروض بالزيادة. you can connect Unix hosted in NFS shares on Windows 11. وأنت تحتاج تقدر تتصل بسيرفر هو وعادي. يتوصل فيه عادي وينزل على الويندوز. لكن الشرط فور هذا اللي قلناه مش حيشبه. لأنه XD4. هذا عنده هذا شخص كاتب في السيرفر كود. قال عنده إنه في السيرفر على لينكس وعنده ويندوز 10 كلاينت بينزل فيه. في واحد رد عليه قالت ما فيش NFS 4 client for Windows 2020 يمكن ما يمكن NFS 4 ما دعمهاش هذا اللي قبله ممكن ممكن لا واحد من الكاتب أعطى قال أنا صحيح تقدر تخدم سامبا وال NFS مع بعض في لينكس أو يونكس في نفس الوقت واحد للجماعة لينكس واحد مع ويندوز شوفوا ماشي غيره. هم
أو قال لك إن فيس سبورت أونلي إنكلودد إن ألتيميت أند إنتربرايز إديشنز أوف ويندوز، يعني كان أقل من الألتيميت وإنتربرايز ما عندكش إن فيس سبورت. إن فيس سبورت أونلي إنكلودد إن ألتيميت أند إنتربرايز إديشنز أوف ويندوز. إن فيس إن فيس يعني فيس موجود في مايكروسوفت ويندوز لكن ما يديروا لاش في انكلود في الفيرجن تاعك الا كان انت التيميت ولا انتربرايز ويندوز الشريط. هذا في 2013 كتبها في 2013 وفي فورم فمش معروف صح. انا مش ويندوز 10 انا فيس اديشن depending on the version and family. يعني فيس 4 مدعوم في هما الاخيرات بس سيرفر 12 R2 16 19 سيرفر 22 اللي قبلهم فيهم 2 و 3. مش مكتوب اي اديشن تدعم لكن ويندوز 7 لل 11 يدعموا في 2 و 3. آه ما بيفرقوا السيرفر والكلاينت، يقدر يدير سيرفر في 4 وكل كلاينت كلهم 2 3. يعني بتشوف كانوا كاتبين اي اديشن من ويندوز. ويش فيرجن في ويندوز يعني في سكران؟ والله ما ادري ولا واحدة. قالك هو قال في 2019 قالك في الويندوز 7 الانتربرايز والالتيميت اديشن فيهم، في ويندوز 8 الانتربرايز اديشن بس، ويندوز 10 برو وهاير فيهم نفس. تمام اوكي. عندك تقدر تخش في سيرفر تلقوا بي دي اف نزلات نتاعت اليوم. تمام كان قدرت تجربوا مدى بيكم ديروا في ام كلاينت وفي ام سيرفر زي اللي درناه توا احنا في الموضوع اللي نفس، تخلي عندك بارتيشن براحه غير السيستم بارتيشن، مش لازم يكون في نفس الهارد ديسك او لا مش متفرقش، وديرها نفس سيرفر ودير جهاز ثاني نفس كلاينت، دير نفس الاوبشنز هما يمكن تغير في الثانية. ماذا بيك ديبيان لينكس باش يجي نفس هو بالضبط، وبعدين انت اللي تبي ديرها ديرها، كل ما دير حاجة مختلفة احسن. وعندك اي مشكلة ولا اي استفسار تجي هنا تجيبها معك او تكلمني حتى على الواتساب ولا هيك. نعتبره تمام اليوم وباذن الله غضوة نجيب بعد ما فيكم غضوة خميس ناخذوا تكمله اللي اخذنا توا زي الاس تي في، ويمكن نزيدوا على حاجه ثانيه شويه بالنسبه للنفس، وبعدين بنخش على ادفانس سكريبتنج ولينكس فاير وولز وسكيورنس لينكس سيستم. اما ثلاثه توبكس مازال عندنا ثلاثه توبكس في 4 سيشنز في